اعمل مثل اللبنانيه، انت عم تمثلي هلا مسلسل، بدك تمثلي الطريق، اكيد عم تقري السيناريو. ايه في شيء على الطريق؟ حاليا لا، ما في شيء على الطريق لانه مرتبطه باعمال من هلا لسنتين، مضغوطه شوي بالشغل. زوجي طلب، زوجي على طول بده دايما على طول بده بيبي. يعني اذا بدي على طول اقول له اوكي ماشي، يعني كنت كل سنه ما بنعرف شيء بس بنجيب اولاد، كانوا صاروا اربعه. انا بحب اكيد العائله الكبيره، بس انا اذا ما رح اقدر اعطيهم الوقت وربيهم احسن تربيه وكون افيلبل حدهم، ما بدي قصر، يعني نكبر العدد وما اقدر لحق على الكل.